السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي حقيقة ترشيح المنتخب الجزائري للفوز بكأس العالم. هل هي حقيقة ولا لا؟ هل ولا ننجمو كما تشوف انتيا المستوى تاع الموند، مستوى تاع الأندية المنتخبات، يعني احنا رانا ملاح، رانا ملاح، يعني نروحوا ما نحقروش روحنا. احنا منتخب وطني جزائري، يعني وين رانا مرشحين كاس افريقيا ندوها، وزيد مرشحين باش نروحوا للنصف النهائي كاس العالم. يعني رانا مرشحين باش نروحوا النصف النهائي كاس العالم، ان شاء الله بربي تكون في الطريق. برك هي الكمال من عند ربي، هذه اللي نطلبوها ان شاء الله بربي. وين تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حديث خبر ما فاده ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انفرتينو ورشح 4 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم 2022 المقبلة، وهي إيطاليا، البرازيل، فرنسا، بالإضافة إلى الجزائر. يلا إيطاليا انتي كاليف إيطاليا راهم. ووفق للتحقيق أجراه موقع، يعني مواقع كثيرة المختصة في كشف الأخبار الزائفة مع سبير، وين أخبار الزائفة والكاذبة حول ادعاءات متداولة، فقد تبين أن كلام أنفرتينو كان مزور، يعني مشي هو هدرها، إذ أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفرتينو لم يصرح بخبر متداول وهو يعني مختلف ولا أساس له من صحة، ولم يصدر عن الفيفا أي ترشيحات للمنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، كما لم ينشر موقع رسمي للفيفا خبر أو أي مصدر صحيفة موثوقة. يعني ناس كذبة وصحيح، ناس كما بالك بعد 3 أيام دايرين أنفرتينو هدر ذيك الهدرة، يعني في 2018 وقيلة في الكوب دي مون تاع 2018، في الكوب دي مون تاع 2018 وين هدر أنفرتينو الروس من أيو دايرين باللغة العربية، هو يهدر والناس باللغة العربية تهدر يترجموا له باللي راه يهدر على الجزائر، وهي كذبة والناس يبارطاجيو فيها، واحد منا والناس متعايرين أليكوش، وقع ما هدرش، هدر على 2018، رشح ديزيكيب في 2018، يعني بصح ما هدرش على الجزائر. في ديك الناس اللي تعرف لونجلي وين قال لك صاحب الواحد أنا أصلي، قال لي ودي قالوا لي نديرهاش أنا ما نديرهاش، فهمتوا أنا شنو يهدر وين. وتولي راه يعاير فينا، أيوم بعد يقول لك اسمع بوذنيك، تولي هو يعاير فينا، وأنا حاجة مشي فاهمها، حاجة مشي فاهمها، أيوم يقول لك اسمع بوذنيك راه يشكر فينا، واللي يعرف لونجلي شنو يقول لك؟ يقول لك هذا يعاير فينا، وأنت تقول الناس سمعوا. ويأتي هذه الأخبار الكاذبة بعد أيام من تتويج الجزائر ببطولة كأس العرب قطر، بعد فوزها على تونس في مباراة نهائية يوم 18 ديسمبر الحالي، وحرص بعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم على تهنئة المنتخب الجزائري بتتويج باللقب، ونشر الحساب الرسمي للفيفا صورة علق عليها مبروك للاعبي المنتخب الجزائري وللجهاز الفني وأنصاره، كما نشر تغريدة لاحتفالات المنتخب الجزائري بكأس العرب، ولم يذكر أن الجزائر مرشحة للفوز بكأس العالم. أكبر من الماسونية طرده يرشح الجزائر من ضروك، هاوك وين سترشحوا والله لا بصح، حنا على بالك حنا ناس مازال ما تأهلت، أيا يخرج يقول لك مرشح طليان ومرشح رشح قال لك مرشح طليان البرازيل فرنسا والجزائر، وطليان مازال طليان راهي على الشافية. يعني وحرص بعد نقولوا بلي يعني وين نقولوا التغريده لاحتفال منتخب الجزائر بكاس العرب، ولم يذكر ان الجزائر مرشحه للفوز بكاس العالم. وبعد تتويج بالبطوله العربيه، قال رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم شرف الدين عماره ان رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم
ألبرتينو من بين المعجبين بكرة القدم الجزائرية، وأنه أكد بأن المنافسة كأس العرب كانت ناجحة بكل المقاييس، وهو ما سيدفعه إلى تنظيمها بشكل دوري. وستقوم بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة 2022 في قطر في فترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وهي النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم. والجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري لم يتأهل حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم، وتأهل فقط إلى الدور الحاسم من تصفيات الإفريقية لبطولة، وستقام مباريات الدور الحاسم في شهر مارس المقبل لتحديد المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في مونديال قطر 2022، وإن شاء الله نكونوا إحنا فيها. إحنا إن شاء الله نكونوا فيها، هذه اللي نتمناها. حتى حنا نقولوا باللي المنتخب الوطني الجزائري سكتوا مازال ودعمي، خلونا تنكاليفو كما نصركوا فابنا باللي غادي نطيحوا مع فلان ومنا ونطيحوا مازال. انا بقول لنا كما قال لك قراين والدينا بكري، قال لك تنسف على الباء قدام لا يوجد، تنسف على الباء قدام لا يوجد. خلو انت توصلنا ولد عمي، ها هذاك بلايلي، ها بلايلي منو، ها بلايلي نيوكاسل، ها بلايلي ليفربول، ها بلايلي من ها 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 فاهمكم. كلمه تقوم جاري الله يحفظ المستر، جاري قارو غير كاش حاجه. صار لكم كي ليسونس قاعدين، بنادم ليسونس، عرف زلامي تيش عليه، ويك مصر يباتوا يحاجوا. لا روحوا، انا نقول لكم راه رايح لمارسي، شافوا خوه ديال التصويره ويك مارسي 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 مارسي، واحد ديال ليفال الاخرى اتليتيكو اتليتيكو اتليتيكو، واحد منا واحد منا. خلو تيتوجد، خلونا تنكاليفو نهضرو يا ودي. خلونا حنا رانا في كوب دافريك كنقولوا نجيبوها تدعيم للمنتخب، رفع المعنويات للمنتخب الوطني، خاص نعرفوا بلي اللعابه تاعنا اللي راهم عندنا ما كان اللي يقول لك راكم ديروا عليهم ضغط، ما كاش ضغط، اللعابه هادو ما عندهمش ضغط في رسالهم. محرز نتايا كي تشوفو في انجليز داخل ولا تشوفو يلعب ولا كاين ضغط، تحسب بلي داخل يلعب بيتشاك، تقول مكان لا شعب لا والو، بيلعب بارتيا تاع بيتشاك ويخرج، والله ما على بالو كاع، والله تبات تصيح، والله تبات تصيح ما على بالو بيكا وين حال، يلعب لك نورمال. هادي نقولوا بلي ودي حنايا الحمد لله يا ربي المنتخب الوطني راه في الطريق الصحيح، ما نحوسوش نهضروا لا ما نقولوا لا لا كوب دي موند، كي تجي الدوره تاعها نرشحوا روحنا ولا نقولوا نروحوا ديمي فينال. كي تجي وقتها نولوا نقولوا نروحوا كوب دي موند، نولوا نروحوا كي تجي ماتش دو بارات نولوا نقولوا بلي حنا نروحوا، وكي نتأهلوا نقولوا حنا نجيبوها، نولوا كيما هكا درجة بدرجة ما نحرقوش. حنايا رانا في الكوب دافري نروحوا نهضروا حاجة تاع 2022 يا ودي، رجع نكملوا هذه من بعد كاين ماتش دو بارات اللي مازال ما تأهلناش، ما كاش واحد في لافريك تأهل، ما كاش. انفرتينو سكر دار رسالة للمنتخب الوطني المحلي، هذا مكان ما بقاش بلي غادي نلعبو كوب دي موند ومدخلين طليان، هذا اللي دخل طليان ماشي راه ماهبول، طليان ساكن راهم في الشافية، طليان راهم هاك راهم هاك راهم في الشافية، راهم كي البولة تاع البابور ضرب هاك وهاك، تيكاليفو ورشحوه. عيب بشويه ما تبقاوش هاو منو هاو ندير تا ولا يقول لك لا كذبه، وبصح كذبه ما كان كذبه. على بالك اللي يعرف كرة القدم واللي ثقيل ويعرف، انتم نتايا صحافه في الفيسبوك ينشروا في اكاذيب. انا شفت واحد صحافي ناشرها بلي انفرتينو قالنا بلي غادي تروحوا كوب ديمو، وتسيب ليا تاوعك تاوعنا بليا في اليوتيوب هذا ما يقرأ عليك انفرتينو هدر علينا ارواح، وانا نقول لكم انفرتينو شا قال يا ولدي كذبه، شا قال قاعد يتكذب والغاشيه. تسيب صحافه يقول لك انا صحافي، يقول لك انا صحافي، انا صحافي انا رسمي، تسيبو داير كذبه حاطها جايبها من عند الغاشي، حاطها بلي انفرتينو قالنا غادي تجيبو كاس العالم. انفرتينو قال لك حاجي فيك هذه بكم حاسبينها محاجيه،
هذه لاعب كرة قدم تعب، هاكم حاسبينها بحاجة. الله يهديكم، هذه اللي نقولها لكم.